لمنع انتشار فيروس كورونا في إسرائيل قدر الإمكان. طلبت وزارة الصحة العزل المنزلي للمسافرين العائدين من خارج البلاد وأيضا لمن تواجد على مقربة من المريض. وفقا للأمر يستمر العزل المنزلي 14 يوما من وقت التعرض أو مغادرة الوجهة. يجب الإبلاغ عن الدخول بالعزل الصحي المنزلي لوزارة الصحة من خلال نموذج الإبلاغ في الموقع أو إلى مركز صوت الصحة أو مراكز لصندوق المرضى. بالعزل الصحي المنزلي يمنع الخروج للأماكن العامة، يمنع إدخال الزوار إلى المنزل، يجب البقاء في غرفة منفصلة فيها نافذة والباب مغلق. تجنب الاتصال المباشر مع أفراد الأسرة. إذا تواجد عدة معزولين في نفس المنزل فيمكنهم البقاء معا في نفس الغرفة. الخروج من الغرفة فقط لنشاطات ضرورية مثل المراحيض والاستحمام وما شابه ذلك، ولأقصر وقت ممكن، مع تغطية الفم والأنف بقناع فم أنف أو القماش. من المهم لجميع أفراد الأسرة غسل أيديهم بالصابون والماء أو تعقيمهما بالمعقم الكحولي قبل وبعد إعداد الطعام وقبل الأكل وقبل وبعد استخدام المرحاض. من الأفضل استخدام أوراق أحادية الاستعمال لتجفيف يديك. إذا كان ذلك ممكناً من المفضل استخدام مراحيض منفصلة. يجب تخزين جميع غسيل المعزول في كيس مخصص لذلك، ويتم الغسيل مع صابون الغسيل العادي. يجب التخلص من المنتجات للاستعمال لمرة واحدة مثل القفازات والمناديل والأقنعة وأي نفايات أخرى في كيس مخصص لذلك في غرفة العزل. يجب تجنب استخدام أغراض المعزول مثل المناشف وأغطية الأسرة وأدوات المائدة وفرشاة الأسنان. عند دخول غرفة العزل يوصى بتغطية الفم والأنف باستخدام قناع فم أنف أو قطعة قماش. يوصى باستخدام القفازات للاستخدام لمرة واحدة عند كل ملامسة مع المعزول أو بيئة العزل. تنظيف وتعقيم الأسطح والأثاث في غرفة العزل مع معقم كحولي. في حالة ظهور أعراض الحمى والسعال أو أي مشكلة طبية للمعزول يجب التوجه لصناديق المرضى. في نهاية فترة العزل إذا لم تظهر أي أعراض يمكنك العودة إلى النشاط الطبيعي. الالتزام بالتعليمات مهم جدا في منع فيروس كورونا في إسرائيل.